نحن الآن في الطريق إلى ميدان أبوز ليسنوفسكي العسكري. هناك تجري دولة الاتحاد بين موسكو ومينسك مناورات باستخدام أكثر أسلحتها مضيا وفتكا، بينما يحبس العالم أنفسه. وإلى أن تقول الدبلوماسية كلمتها الأخيرة، يبقى الوضع كما هو عليه وكما سنشاهده في الميدان. تأخذنا الرحلة إلى 5 ساعات، حيث ستكون العربية شاهدة على مناورات أطلق عليها حزم الاتحاد، اسم يحمل في طياته أكثر من رسالة. وصلنا الآن إلى الميدان، الجميع حاضرون هنا ومن بينهم الملحقون العسكريون لنا للسفارات الأجنبية لدى مينسك بصفة مراقبين. 3 المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية المشتركة انطلقت للتو. سأحاول أن أنقل ما يحدث هنا بالصوت والصورة. جميع القوات تحاول الآن محاكاة تنفيذ حلقة تكتيكية لصد هجوم عدو في سياق المعارك الدفاعية وتهيئة الظروف لهجوم مضاد. لم يقل أحد أن القوات الروسية ستعود إلى نقاط تمركزها الدائم غدا أو بعده، وإنما ستنتهي مناورات حزم الاتحاد. أما الاختبار فهو مستمر، ورئيس الأركان سيقدم للقائد العام تقريرا عن نتائج الاختبار، وعلى أساسه سيتخذ القرار. عبد الجواد الرشد، العربية، من ميدان أبوز ليسنوفسكي العسكري.